بون السلام عليكم. السلام ورحمه الله. واش تقدر تقولنا على مردود نبيل بن طالب واندي ديلور البارح، خاصه وانهم عندهم شحال ما لعبوش مع المنتخب الوطني؟ بون بن طالب قلت لك عنده بزاف زعما ما لعبش مع ليكيب ناسيونال، صافي كادرو ملعب صافا زعما كيلعب البارح زعما شويه خمن زعما كيما نقولوا باين بلي مشي زعما جوار زعما جديد ولا زعما عندها كيما نقولوا خبره. شوالا ديلور ما وصلتش بولا بزاف، ديلور ما وصلتش بولا بزاف، كان هي نورمالمون يدخل الاولى عموره الاولى نورمالمون تيتيلر سليماني باين. بون ديلور زعما كان داخل مستريسي وكي شغل خايف كي شغل عادله طالب بسمح من الشعب كي شغل جامي شاف كيما نقولوا ما لعبش في وسط هذاك بيبليك كاع كي شغل خلع وسطاد جديد وكاع معليش حنايا كيما نقولوا نزيدوا نعطوا فرصه. وكيف تقيم اداء المنتخب بصفه عامه في مباراه غينيا؟ بون بريمي ميتو ما لعبوش غايه نزيدها جيبها كمان، بريمي ميتو ما لعبوش لعبوا غينيا خير منا. دوزيام ميتو كي دار شونجمون دخل بلايلي شويه، ثاني بلايلي دخل شغل مستريسي كي شغل غير دخل بيبليك دخلها غير بلايلي كي شغل دخل مستريسي كي دار شونجمون دوزيام دخل الاخر محرز وسليماني تبدل اللعب عليها شتا 20 مينيت التاليه كاع طحنا عليهم.